أقول هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما، وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها، لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه، لأنه مركز الجمال ومحل مدح الشعراء، أكثره في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه. و لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صفة ذلك، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكان إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو مركز الجمال وهو محل النظر من الرجال، فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء.